أم المؤمنين ميمون بنت حارث رضي الله عنها حاسس كان النبي صلى الله عليه وسلم متكمده ويلك ولالك هذا حنون صدي كدبنا وحي كتري كالي آن كوغو رقيايو أما آن كسارو رقيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا بأم المؤمنين رقيادة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كو أقرين جيري أما قفك حنونسن وكو أقرين جيري أي ربط ويلك ولالك هذا أي إيدادة أتهاي إني كو أقريسو محاواي سان أنقاني السوقو أقرينو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لحن إله درت سجع له ميلو دونك أتكجوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة دي لحات أو كمدها حلقوين كأن أغطى لقلني إشا ولا ليال هداد حسوستان حلقة دا كوبات وحان كسو شاكيني قفك وحا إلي إنو كإلاني دادك إشي سأوه دوح أرك لاغباها يه إنو سمايو حلقة دا لبادنا وحان كسو شاكيني قفك إي إشا كود عيسو إنتيسن إشا كود عين كهر وحلاقة باهية هي إنو سميو حلقة دا سدحادنا وحان كسو شاكيني لبا أرن لاقة باهية هي قفك قف والبلاقة باهية هي سدو إلهي إشا أقبت باديو لبا دا حلقة كو حكتنا وحي إهي الدعو ما تنوى حلقة دي لحاد ولا لقارك وضايا دخان شيخ حلقة دا كوبات إيه لبات إيه سدحاد مباد هذاي هل كينك هلينا حلقوين كاس قالها ولي يوتيوب كي يسوق الأمان قرنينين ماشا القرى وحاكو قرى تريسير جاو حاكو قرى كتا دكتور أحمد ديام اليماني يقو قرى إيسا كديف كان قوصو بحايو هدا سب سلاب سارنتي توصو قوصو قالا كديف كان قوصو بحايو وحا أركي إيسا كان أركي إيسا ماشا حاكو قرون هوم فيديو كديف حاكو دقوني وحاكو دفن إيسا بلاي لستا كو دفن إيسا بلاي لست مركا كو دفت وحا أركي إيسا مركا وحيابها قارك وكذا فاملك وكلا مدول بحا مسمية حلقوين وسمية كان لبي إيه طبان قوضة بوي لكذا كان أباهنا هاي كان واي دعوين كم حاكو قرن دعوين كلا أوتا لقالي إشا كاسا كو دفنيسا مركا كو دفتت صلى الله مركا كو دفتت وحاكو صو بحاي مركا فيديو ياشا واكنا كو لا وسدح أفرشن كان لحاد مانتنا وكو صو تريدونا إن شاء الله ولا ليال ميمون بنت الحارث أو إح حاسس كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم تي قدن بيسي أيا وحي عرقتي مالين ويل اي اي دقوتهاي او حموسن وحي كتري يا ابن اخي ويلك ولالكيو يعني ويلي اي دقوتهاي واي الا ارقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اي ددو احيو ويلك ولالكي دليو مكوغو اقريا او رقية دا مكوغو اقريا رقية دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقع حبيبك أمرك أما خشيتك صلي قلت وحانه يري بلا هايد يقو أقري كدب أم المؤمنين ميمون بنت الحارث ويلك ورالك إذا وحيكو أقرسي دعا ديني محمد صلى الله عليه وسلم وكو أقري جري دعا ذا سنوا صحيح بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك أذهب البأس رب الناس واشفي وأنت الشافي لا شافي إلا أنت مركلاً كوسو علينا أم المؤمنين وحيويلك ولالك يديك وأقرس الدعذان بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا ليس أجيدان دعاء الرقية بذي ذي ذو حيكو بالله إنت صوش يقني كل بسم الله يكو ذي بالله مقع إلهي يلغو بالله بسم الله أرقيك تيس دحاذا حتى مرونه بسم الله أرقيك يكو بالله بنيسو والله يشفيك انا مركز توكو جرتا لكن ميلا يرريو كو كلا دوينيين ميد بميد اي ميد كلا كو جيراني تان كلا كو سي جرتا مركا وحان ربا تان مانتا معنى هيد انا كو شيغ اي سيفي عنو دقيسو خير الله كو سيو قف حنون سمركا عرات انا كو اقري
walaalaha kalena bar kilibkaana usii gudbi jannada allah ku geliyey bismillaahi urqiika magaca ilaahay ayaan kugu xirsi xiraa magaca ilaahay hadduu meel soo gora inta kala dhan waa baxaayin shaytaankiiya baxaaya jinnigiiya baxaaya cadowgiiya baxaaya ishiya bixiisa bismillaahi urqiika kuw taasay ku bilaabeen bismillaahi urqiika magaca allah walaalayaal magaca ilaahay wixii lagu bilaabo baraka iyo caafimaada laga qaada taasoo nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam wax walba wuxuu dhihi jiray bismillaah markii cunto la cunayo bismillaah markii la weysaysanayo bismillaah xataa muqsisha markaa gelaysa intaadan gala waxaa leh bismillaah allahuma inii acuudu bika min khawfi allah waad masaajid markaa soo gelaysa waxaa leh bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah masaajid markaa ka bixiso bismillaahi wasalaatu wasalaam gurigaaga markaa ka bixiso bismillaahi tawakkaltu cala allah gurigaaga markaa soo gelaysa bismillaahi walajna magaca ilaahay walaalayaalu waa magac aada u weyn waa wixii lagu bilaabane khayr iyo barako ayaa laga helaa markii magaca ilaahay lagugu xilsixiray waxay ku xajiisay markuu nebi maxamed sal alay slam ku xijin jiray wallaahu yashfiika magaca ilaahay waa kugu xirsixiray kadibne allahii magaciisa aan kugu xirsixiray ayaa ku caafinaayo wallaahu yashfiika ilaahay subxaanahu watacaalaa aa ku caafinaayo caafimaad dhanne ilaaha gacanta ku haayo bismillaahi urqiika magaca ilaahaan kugu xirsixiray wallaahu yashfiika ilaahayne wuu ku caafinaa muxuu ilaahay kaa caafinaa min kulli daa'in fiika dhib kastoo ku haayo kugu jiro ilaa kugu jirto ilaahay kaa caafiyo sixira kugu jiro ilaahay ha kaa caafiyo jinniyaa kugu jiro ilaahay ha kaa caafiyo min kulli daa'in fiika dhexdaada ku jiro wax walba ama aa haysatid jirro kasta aa qabtid jirro kasta oo ku hayso waxay rabtaa noqoto min kulli daa fiiri rasuul sal sl hadalkiisa waa hadal yar laakiin macno badan leh min kulli daa jirra kasto ilma dhihin cijinna ma dhihin wa xataa madax xanuunkaa noqon karo calool xanuunkaa noqon karo koroonaa noqon karto min kulli daa'in jirra kasta oo fiika ku hayso ilaahi ha kaa caafiyo qeybtan kale waxay leedahay haddana adhib ilba'sa rabba annaas allahu akbar rabba annaasow dadkan ibni aadankan rabbigoodow adhib ilba's dhibaatada qofkan hayso xanuunka qofkan haayo ba'siga qofkan haayo welwalkan haayo ishan hayso jinnigan haayo madax xanuunkan haayo wax kasta ba'si kasta oo haayo ilaahayow adhib ilba's rabba annaas washfi anta shaafi allahu akbar washfi ilaahayow caafi anta shaafi axad wax caafiya waa adige washfi qofkan xanuunsan oon magacaaga ugu soo xirsi xiray oon dhahay allaah yashfiika ilaahaa ku caafinaya aan dhahay kulli daa'in fiika dhib kastoo ku haayo رب الناس أذهب البأس إلهيو رب الناس أذيغا أهي أذهب البأس لبك كقات واشفي أنت الشافي إلهيو عافي أذيغا أمبات وحافي سيد داوك استا عنتد هدوسا إلهي كعافي ما عافي ما ذي سيد تدك قارك وذي سومار إله عافية لولي حتى داوم استعمال هو الشافي لا شافي إلا أنت hadalkan waa ta'kiid markasta lasii ta'kiidinaayo laa shaafi axad wax caafiyo ma jiro ilaa ant yaa rab adiga maahayne axad kaloo wax caafiyo ma jiro nacam washfi anta shaafi laa shaafi ilaa ant axad wax caafiyo qof qur-aan hadduu kugu aqriyo dhakhtarka ugu weyn haddii lagu geeyo haddii laisku kaa tago hadduusan ilaahay ku caafinin ma caafi maadaysid washfi marka ilaahayow caafi anta shaafi ilaahayow adiga axad caafi ehe ilaahuw caafi ilaahayowna wada caafi dhammaanteenna ilaahay subxaanahu watacaalaa hana wada caafiyo ducada isha intaas miyay ku eg tahay mise ducooyin kalaa jirto duco kalaa jirto inshaa allah tacaalaa xalaqada soo socdaan idiin soo gudbin doonaa duco aada u qiimo badan ilaa xalaqada lasoo dhaa soo socota laga gaari doono
كان يشنتي كهريس الدعوة بليلستي أن كوشي جاي نقل وسيف كريس خير الله كوسية أقدم بينتي إلى سبحانه وتعالى وحوي دي سنينا إنه نوضع عافيه إن شاء الله نجا إلالي سحرك الله نجا إلالي حاسدك الله نجا إلالي عدو الله نجا إلالي آمين أديقنا محلو بهاي هي إن أسباب تقالت إن شاء الله تعالى أقرس دعوين دعوينك أقرسه دعوينك حسن المسلم كأقرسه كتابك أنا قرئ أمانه والفرحة اللي راه دعوين بدنا كوجشته أو بروتكشن أنتي سنكود يعني لقى أقرسته مرك أنت سنسكو دال جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم كفى إذا سو ولا لها كلام أسي قد ببخيل هنقولين أكتا دي استاجن بخيل من ربنا عنك أنا بخير كوكوسو قد بي أديك وادي جيستي ولا لها كلام أسي قد بي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سا أقور سوعة تدني ماشي يوتيوب كي بلاي ليستي أصلا تك إن شاء الله كل ما شاء سنسو ذكي لنتونا جنة الله نوضا كل مي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.